وقته الورود إلى بناء صف كامل للسلام بدلاً من بناء الخداع والمبادئ المحصنة بصواريخ الدمار تقدمه للعالم كله. فرص الإنسان الجديد في هذه المنطقة من العالم لكي يكون قدوة لإنسان العصر، إنسان السلام في كل موقع وفي كل مكان. بس جامد ما خرجتش مصر من تحت السياسة، ده أسيادهم اللي بيمولوهم هم اللي بيقولوا لهم على السلام. والله في هذا بالذات وفي مسار